مرحبا بكم من جديد. إذا كما ذكرنا ناصر قبل الفاصل، نعم، اليوم هو افتتاح فعاليات ملتقى ومعرض مال وأعمال الثاني. زميلنا أيمن الزامل متواجد هناك الآن. أيمن صباح الخير. صباح النور ليلى، وصباح الخير ناصر، وصباح الخير لكل من يتابع برنامج دنيا الصحافة عبر شاشة رؤية. تفضل أيمن، إلك الكلمة. نعم ليلى، مثل ما تفضلت، اليوم راح تنطلق فعاليات معرض وملتقى ومعرض مال وأعمال الأردن في نسخته الثانية. هذا الملتقى يحمل شعار مال الأردن لعام 2011، يتميز عن النسخة الأولى بأنه هو بهذه النسخة نسخة دولية، حيث أن كانت النسخة الأولى من هذا المعرض والملتقى كانت يعني تقتصر على البنوك والشركات المحلية في عام 2010. نعم. السنة بتميز أنه راح يكون هذا الملتقى ملتقى دولي وإقليمي، راح يركز في ظل رياح الربيع العربي على الفرص الاستثمارية في المنطقة وتحديدا في الأردن، ولانضمامه في منظومة مجلس دول التعاون الخليجي. نعم. يعني الكل يترقب النتائج التي ستؤول عن هذا الملتقى، الكل يطمح بأن يثمر هذا الملتقى عن تحقيق فرص عمل تنعكس على الشارع العربي بشكل عام وعلى الشارع الأردني بشكل خاص، نتيجة يعني بنلاحظ أنه المطالب وخاصة في الحركات الشعبية تركز على الوضع الاقتصادي وأهمية يعني تحقيق النمو في الاقتصاد المحلي والاقتصاد العربي بشكل عام. نعم أيمن، كيف الترتيبات عندك الآن في الفندق والتجهيزات؟ أظن بعد قليل سيتم الافتتاح، يعني بعد أقل من ساعتين يمكن. نعم ناصر، يعني تبدأ فعاليات الملتقى في تمام الساعة 9. الملتقى في هذه النسخة هو تحت الرعاية الملكية السامية، يعني تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم. يعني من المحتمل أن يأتي مندوبا عن جلالة الملك معالي وزير المالية الدكتور أمية طوقان لافتتاح فعاليات الملتقى في تمام الساعة 9 صباحا. سنكون معكم في بث حي ومباشر لفعاليات الافتتاح أيضا عبر برنامج دنيا يا دنيا، وسنكون أيضا معكم مساء في برنامج الاقتصاد اليوم، يعني في ملخص لمجريات الأحداث. نعم. أحب أشير أنه راح تستمر أعمال الملتقى لمدة 3 أيام، وطبعا قناة رؤية هي الراعي الإعلامي لفعاليات الملتقى وكافة محاضره ونقاشاته التي ستستمر خلال 3 أيام. نعم أيمن، إذن أيمن شكرا جزيلا لك. في عندك أي سؤال ناصر؟ لا بس كنت حاب أنه يعيد لنا يعني متى سيكون على الهواء، يعني أيمن الساعة الساعة 9 إن شاء الله إذن من خلال برنامج دنيا راح تكون على الهواء. نعم الساعة 9، يعني وفق البرنامج الموضوع لفعاليات الملتقى ستبدأ فعالياته في تمام الساعة 9 في كلمة افتتاحية. نعم. لمعالي وزير المالية الدكتور أمية طوقان، سننقلها على الهواء مباشرة ضمن برنامج دنيا يا دنيا. والنقلة الثانية ستكون الساعة 11 صباحا ايضا ضمن نفس البرنامج. نعم. والساعة 11 ستكون من المعرض بالتحديد، من يعني من البوث الخاص بقناة رؤية، سيكون هناك لقاءات مع عدد من الاقتصاديين والخبراء المشاركين في اعمال الملتقى لإلقاء الضوء على أهمية هذا الملتقى، خاصة في الظروف التي تعيشها المنطقة العربية في هذه الأوقات بالتحديد. وفي تمام السابعة ان شاء الله ايضا سيكون لك نقلة اخرى من خلال برنامج الاقتصاد اليوم. نعم سنكون في محصلة نهائية لفعاليات اليوم، ليكون المشاهد والمواطن الأردني والعربي أيضا على اطلاع كامل على مجريات وفعاليات الملتقى، حيث أنه مثل ما ذكرنا يعني مال الأردن لعام 2011 سيسلط الضوء بشكل كبير على الفرص الاستثمارية في انضمام الأردن لمنظومة مجلس التعاون الخليجي. يعني كل الشكر لك أيمن وللزملاء المتواجدين معك، ويعطيكم ألف عافية، راح يكون يومكم طويل كالعادة. شكرا لكم، يعطيكم العافية. فهد الرمحي معك من المصورين أيضا، منوجه له التحية ولجميع الزملاء.